ربما ذلك، لكن إذا كان لاعب مميز في الكرات الثابتة يغير كل استراتيجية هذه. لكن اللاعب المميز صادهم بدر في الكرة الثابتة، صادهم في الكرة الثابتة، لكن هذا الذي كنت أتحدث عنه. رغم ذلك إذا كان لديك لاعب مميز في الكرة الثابتة وبالتالي سجل من الكرة الثابتة، نعم أخفق في الشوط الأول لكن حدث وأن سجل من كرة ثابتة كرة واحدة فقط. هكذا بدر مطوي يلعب من كرة واحدة فقط، من كرة واحدة فقط يسجل عبر كرة ثابتة. بدر مطوي بيسجل أول أهداف نادي القادسية من كرة ثابتة على يمين حارس المرمى، وبالتالي هدف مبكر في شوط المباراة الأول رائع.